البوز في البوز اليوم نحكي لكم على قرار التاس اللي يقضي بمنع وديع جريء الرئيس الحالي ولا هو السابق ولا الله أعلم عليه للجامعة التونسية لكرة القدم من أنه يترشح للانتخابات اللي باش تصير الجمعة الجاية في الجامعة إن شاء الله. قرار بزلنا لا نعرف عليه لا صحيح لا غالط لا طيب لا تحرق لا ني. يقوم يفرح بيه سي محمود البارودي شيء كبير، طارت له زرس لعقل بالفرحة الراجل. و 9 مارس انتهى وديع الجريء على رأس كرة القدم التونسية، انتهى المكتب الجامعي اللي فشل في تسيير دواريب كرة القدم في تونس. يوم 9 مارس هو يوم رحيل، نقولوا للفرق يلي ظلموكم يلي نحاولكم نقاط يلي طيحوكم يلي حرموكم البطولة يلي ظلموكم اللاعبين متاعكم يلي معناتها يلي عملوا فيكم، راو انتهى هذا المكتب الجامعي لم تعد له أي شرعية. يلي ظلموكم يلي قهروكم شوية أخرى ويولي غني وديع المخلوع وديع المخلوع وديع راهو قطع. مش قلت لكم طاير بالفرحة الراجل ما وراني وديع الجري راهو يقول بعيدا على مشاكل الكورة نمشيو للمستوى الراقي للإعلاميين متاعنا على قناة الزيتونة. فما إعلامي اسمه إياس القرقوري عنده برنامج اسمه ضد الطيار، أما طيار منهم الله أعلم ما تسألونيش. المفيد السيد هذا علق على حضور ضيوف البلاتوات التلفزية بعد عملية من قردين الأخيرة، وبطبيعة ما فاتوش يعلق على حضور ريضا الملولي المحسوب على بن علي وجماعته. أما هاو كيفاش علق عليه؟ أما هالدواعش متاع التحليل والإعلام تقول ساحرينهم ولا شاربين من براد العزام، خلي عاد كي يدخل على الخط زلم الأزلام من نوع رضا الملولي اللي استضافته في أحداث كيما هكا في حد ذاتها تهمة وشبهة. اسمعوه مليح شنو يقول، واللي مريض بالسكر وإلا الدم وإلا المعدة نجمو نعذروه كي سكر التلفزة. هو الحق متاع ربي، الواحد مش عارف يمرض ويسكر التلفزة على حضور رضا الملولي في البلاتوات وعلى هالمنطق ولا على هالمنطق الهايل والمايل متاع إعلامي كيفك سلقرقوري. كمل كمل. طاب الله انه كان ثم شكون حاضر مع الملولي في نفس الحصه واعطاه ما لازمه قبل ما يفرح به الشعب الفيسبوكي ويخليه كل خيشه، اللي داخل يمسح فيه صباطه واللي خارج يمسح فيه يديه. ليه 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 بالحق مانيش مصدقه وذنيا، شنو هذا شنو هذا شنو هالمنطق وشنو هالمستوى يا اخي؟ وبرا رضا الملولي زلم من الازلام، وبرا وجوده في التلفزه يطلع السكر ويركب غلظه الدم. الكلام هذا يا سي القرقوري يركب النقر سيدي خويا، على ماذا يهلا؟ سكر لي البرنامج يا حميدة سكر لي كهو.